وشو ذا؟ سويته وطلعت. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب ديثرن برجر او برجر ديثرن. اليوم معي ريان، اليوم معي دحوم. معروف لا يعرف، ناشب في كل مقاطي. الو دحوم، الو صوتي قطع صح؟ طيب الماب اسمه دور برجر. دور، هذا دور ايش معناها؟ دور انا هو مو انجليزي بس يعني فهمت ده انجليزي يا مرسي. طيب وين رايحين؟ دور برجر هذا اسم المطعم يا غبي. ها اخبارك انت بس. يقول لك solution will be in my video. نظام هذا you have to take all the checkpoints not to come back. يقول لازم تاخذ كل checkpoint. وي اوكي او والله شويه اوكي ايزي. في checkpointات الى بكره فاتوقع عشان كذا. ها اصبر قبل ما كانت المشكله موجوده. اوه في هوايه فوق. اما انتين لا لا واضح انه صعب بداية. انا ما وصلني اصلا للباب قبلها طح. ايه حتى انا ما وصلني والله ما تجي والله. شوف جبتها انا مرة واحدة صقعت هناك بس ما ادري كيف. دخلت جوا بس اني طحت في الفخ اللي بعدها. يو بعدها في باركور بعد والله تو جبتها بالصدف قسم بالله. طبعا يا شباب على ما اخلص هذا شكرا لكم على دعمكم الرهيب قسم بالله شكرا. ما ادري ايش اقول، اخر مقطعين كلهم ترند تحت ال 20 100,000 مشاهده في يوم واحد بالراحه. فشكرا شكرا على دعمكم الرهيب اقسم بالله. ما ادري ايش اقول والله، ما ادري ايش اقول. شكرا والله شكرا شكرا لكل واحد قاعد يحط الكود. ادري اني اشغلكم فيه لكن في نظام ان كل 14 يوم يتغير او يمسح الكود من عندكم. ففي ناس يحطونه في اليوم المقطع هذا وفي ناس يحطون المقطع اللي بعده. فكل ما راح 14 يوم لازم اذكر، فقاعد اذكر كل مقطع لان في ناس بعد جديدين يسوون اشتراك وزي كذا فما يعرفون كودي. حلو بس ما خيسينا يرحم امكم. ها لا جبتها وطحت. جبتها بس قاعد تقول انت باخذ عزم والله. جبت على البيس. انا طحت على الطرف وكل شيء بس اني باخذ عزم وجبت العيد. اوكي لو سوي اللي بعدها. هذه وصلت لها ثلاث مرات. عزم طحت ورجعت ودك. اخيرا ولا اللي بعدها يا ساتر. لو اللي بعد على لفه. 2000 years later كذا على جنب صح؟ لما تق السيده مستحيل تجيبها. ايوه خلاص. بعدين؟ نفس اللي قبل. اخيرا تدري باقي دقيقتين وخلاص؟ اوه تشتري باص. اشوفك تتكلم عنها بس ما توقعتها كذا. ساتر اشتري باص. لا والله وطرت بزياده. اوكي. في كفر. هلو؟ لا صقعت في كفر ورجعت لورا. لو الباب. اوه كيف السات؟ يب. وش صرخة مايك جاكسون دي؟ انا ابغى التركيب دي. لا والله العظيم ان السات تضبط. لا داري بس انا مسوي السات على الكفر. يا اخوي ليش عدي ام الهوا ذا؟ اوف دحوم قال لي بجرب بس اتوقع اني بخلصها. اتوقع دحوم الفوز دحوم. راح يكندوت. خلصت اربع. ايوه هاي سلمها. يا ساتر. لا تجيب عيد الحين نبوز. اخر حبه كانت معي هذه. يلا خلاص الفوز هنا. طيب بس كيف تدخل هنا؟ اتوقع ايه نزل هنا. اقدر؟ يبي ولا مقفل؟ لا مفتوح. اخذ السور جاي معوق. يلا اوه لازم اسوي باركور. اوه ايزي يا شيخ ايزي. ايش الليفل؟
يلا اللي بعدها. اح شوف لو ادري كان كملت يا رجال. ما عندك تكمل ولا والله والله يمديك تكمل دحوم. كان يمديك تكمل، كان يمديك تكمل هنا من فوق. يلا يلا بسرعه، اصبر اصبر، هذه كذا بعدين كذا على طول. اخيرا صح. ليش وقف خل عزم. اها وين رايحين؟ تحت حسب اسم. اشتغل فخ الورا اما خلصتها والله من اول محاولة. انا كنت وياك بس اشتغل فخ الورا غدر فيني. اوكي سويتها والله بغيت ابلك. طيب يا طيب اصبر صلى النبي. ها اوه وين رايحين؟ وات اوه اخر سلم يا لا لا يا وسخ ذبحتني. لا والله صعبة ذي. لا اقول بس ادخل على طول. ايه بلكتك انا اما ادخل على طول من تحت مو من فوق، من تحت مو من فوق. كل واحد سواها بطريقة. ها وين رايحين؟ اوح لا 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 وش النطة؟ والله ما ادري. وصلت وصلت اما اما وصلت. حاطين لي خفف السبيد اخر شيء مو تشيك بوينت. لا ايزي صار في شيء نقزني الله ياخذه. احس بخلص ثلج. احس بخلص ثلج. لا خلص الثلج شفت كيف؟ والله اني قايل لك يا اخي ماب من زمان ما لعبت ماب كذا كريه غير مقطعك. كيف كان دوت؟ اوه عليك الله عليك. تسعة 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 يلا. اوف رجعت الانجليز قاعد يطيح في الارض. اوف اما اما 30 بوز ثلاثة. 2000 years later. لا 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 يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي. الله غبي. يا مقار الله غبي. يا الله انا من خرشك تعرف اللي رميت كذا اي شيء. ب 60 قلت لك انتين على قدام الثالثه ترميها وتحول جهه ثانيه. ايوه كذا تراك وصلت. اوزي اوزي ايزي اوزي. لا 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 وات اصبر انا وين اروح الحين؟ بس امشي لا تنقز. دام يا اخي وش حاط لك شيء تمشي على الطرف؟ ماني الذا. لا 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 وشلون اللي بعدها؟ بعدها هوا كذا فجأة ما في شيء. انا قاعد اشوفك وصلت لجهة ثانية تدخل دايركت سيدا. لاق لاق. لا يا اخي والله انه كذب والله صعب. اتوقع اتوقع لازم توقف تهدي فهمت؟ عند الهواية ذي. ها وقفت ايش تبي؟ وبعدها توزن انك تروح يسار. شفت؟ شفت؟ ما في فايدة لازم معك الثلج لازم تكون مسرع. يا رجال صدقني. روح سواها طيب. اح سواها. ديم صح علي قسم بالله صح. ايزي دحوم ايزي. هنا العقل المدبر شباب ما في حد لعبه اجانب شيء عشان تقدروا تقولون ايه شيء مقطع. ما في حد مناخت معي واجد اسوي غلط. اللي صار غلط اليمين. يمين جربت كل الطرق. شلون رحت معها انت نطه؟ ارمها وراك بدنا نمشي نط. ها وات الو يلعب اللاج. والله كذب قسم بالله. لو مو طير على فوق اصبر انت هنا ما راح تموت صح؟ يمديك تروح فوق السور يعني
شلون بتروح الحين؟ عندك تدخل تحت شيء؟ لا طيب اسمع باك دي معك ادخل من هنا؟ معك معك بولز ما يحبه حبه. طيب بدك تنقز فوق وشوف مو بس هذه اللي قدامك الثانيه بعد اللي فوق اللي فوق الحين ايوه بس خلاص تعال تعال قدام في شيء قدام انزل على البرجر انزل على البرجر ما يطلع فوق ارجع 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 هنا هلا بالغش بس عديت لفلين ترى في دبل هنا بس كلها افخاخ بس حبلين ايه مشوار يعني طولنا والله مره شو الليفلات كذا صارت سهله 14 اما لا 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 والله اني امزح انا قلت سهله والله لا 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 ايش كثير سلوم وشو ما ادري ايش كثير لا 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 ها حس حس حسي سالم حسي سالم شو ام الكفر صار زي كذا معاق حتى انت تاكل دامج هنا كفر نط على اخر شيء عادي ايزي ده عادي مرتين سويته بس ما في عندي جلتش كفر وشو ذا سويته وطلعت سويته وطلعت من ايه الباب دخلت جوا وطلعت ايش رايك وش يصير انا مدس قاعد تحت الباب الحين المره الاولى مره الاولى مره الاولى شفت الهواء اللي هنا سلوم وقف اوكي انت قاعد تسويها صح اصبر ليش ما يدخلني سلوم اسمع حاول انك تسويها بدون ما تمسك الاطراف فهمت سويتها كفو خل هو ها اخبارك انا بروح الليفل اللي بعده لاني مليت مليت انا على طول مت ارحم امك على الاقل انت خلص الماب انا ما ابي اخلصه خلص انت بس على الاقل واحد فينا يوصل النهايه 80 دقيقه ما تروح الفاضي لا يقلع ام الفاضي كتب شي سيده 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 صار اخر شيء صار ها ها اوه لا يا ساتر لحوم سلم تكفى خلص الماب اصبر الماء اللي خلصت ذي اللي بعده خلصتها فجاه فخ على يميني بس ما اشتغل ساتر يا رب هذا من جد عاد طولنا فيه كيف فضت معي المره الاولى الله ياخذها والله حتى الثالثة مقلتش وانت تروح لها اخر تجربة اذا مت خلاص هذه مع اليمين تقول انت صح؟ والله ما ينط والله انه ما ينط ما ينط اول مرة بدي كيف والله نط ثاني مرة مدري المهم كذا خلصنا الماب يعني باقي الليفلين بس عاد شو نسوي؟ كذا خلصنا الماب والله كريه الماب ماب يعني ما ادري ايش اقول صراحة ثاني اكره ماب ثاني اكره لا والله اكره ماب والله اكره ماب ما بك صراحة ما كملنا فيه ذا الوقت ما بك كملنا فيه ساعة هذا كملنا فيه ساعة و 40 دقيقة صداع صداع يا عيال الناس كذا بيشوفون المقطع يقول اوه تستهبلون وش ماب سهل والله جرب الماب واحكم اقسم بالله العظيم انه يرفع الضغط في اشياء يعني زي هذه اللي يحط فوق راسك شيء ما يبين انت بتتوقع انها سهلة بس هي اقسم بالله العظيم انها تقهر بشكل يعني ما ادري ايش اقول المهم بس كان مقطع اليوم شو المقطع عجبكم قناة دحم في الديسكربشن كود الماب في الديسكربشن و عجبكم المقطع لا تنسوا زر اللايك اشتركوا في القناة اذا كنتم مو مشتركين وان شاء الله نشوف دعم على هذا المقطع مع اني ما اتوقع صراحة لكن ان شاء الله نشوف دعمكم الرهيب وبس اشوفكم على خير سلام